قال عطاء بن أبي رباح قال قال لي ابن عباس ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت بلى. قال هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أصرع وإني أتكشف فادعوا الله لي. فقال إن صبرت فلك الجنة وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. قالت إني أتكشف فادعوا الله ألا أنكشف. فدعا لها. انظر ابتليت بمرض الصرع وتطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفيها، والنبي صلى الله عليه وسلم خيرها ما بين أن تشفى وبين أن تصبر، ولكنك ستكافئي بالجنة. يعني تصور نفسك الآن مع كورونا وانت على الجهاز ويقال لك يا بتصبر ولك الجنة وبتموت، أو الله شو يصير فيك، أو تعافى. هذا الموقف موقف شديد. احنا إذا أصيب إصبع أو سن لا ننام الليل وننتظر متى يأتي الصباح، أو ربما نذهب إلى الطوارئ لكي نعالج هذه الأضراس أو أو ما شابه. انظر الموقف. اصبري ولك الجنة. اصبر على وجع طواحينك، دي وجع طواحين مش صرع، ولك الجنة. تصور موقف فعلا موقف صعب جدا، لكنها قالت إذا نصبر. لكن لي طلب. شو طلب؟ ألا أتكشف، أنا صابر خلاص بدي الجنة مش مشكلة، خليني أظل مصروعة، لكن بدي إني ما أنكشف عورتي وما حدا يشوفني. لا إله إلا الله يا جماعة. فإذا هذا حال العفيفات، لم تفكر في عقلها وقلبها وجسدها إلا الستر. نسأل الله أن يستر علينا وعليكم. قال سمعت سفيان بن عيينة يقول لم يعط العباد أفضل من الصبر به دخلوا الجنة. إذا من أكبر أسباب دخول الجنة ماذا؟ الصبر. وخلف بن إسماعيل قال سمعت رجلا مبتلى من هؤلاء الزمنة. إيش الزمنة؟ يعني مرض مزمن. شو يعني مزمن؟ لا علاج له، معك إلى الممات. في علاج يخفف أثره لكن لا تشفى منه، هذا مرض مزمن. فهذا الرجل ماذا يقول؟ وعزتك لو أمرت الهوام فتقتسمني مضغا ما ازددت لك بتوفيقك إلا صبرا، وعنك بمنك ونعمتك إلا رضا. إذن هذا الجسد لو هجمت عليه دواب الأرض فمزقته ما ازددت إلا لا بتوفيقك إلا صبرا. نسب أيضا التوفيق إلى من؟ إلى الله جل في علاه.